اهلا بحضرتك استاذ هشام السليم. شكري بعد اذنك. في مكتب عالي الحسين. منتصر العلي. علي القط. ما لقيتيش غير النهارده وتعملي كده؟ هو ده اللي بقول لك، هشام ده اهم واحد عندي. ايا كان انت بتتعاطي انت حره، بس ما ياثرش على الشغل. لا لا بتعاطى، لا انا اسفه. خلاص معايا، انا اسفه اسفه، وسيبك من اللي حصل جوه ده خالص، انا هحل كل حاجه. تسمح لي بس انا هخش له وانا هصلح كل حاجه، اكن ما حصلش اي حاجه خالص. روحي يا رند. انت بترفدني؟ لا لا ما ينفعش ترفدني خالص. انت عارف لو سبتني هيحصل ايه؟ انا هقعد في البيت. انا لو قعدت في البيت انا دماغي هتسوحني. انت هتسيبني الافكار تسوحني؟ بس يا رندا بس، انا مش برفدك، انا بقول لك روحي استريحي واشتغلي على برزنتيشن حلوه، وتعالي لي يوم الاحد رندا اللي انا عارفها الناجحه الطموحه الذكيه. خلاص انا هرجع رندا الناجحه الطموحه الذكيه، اوعدك. طموحه ذكيه، اوعدك. ايوه سهين، انت كويسه؟ كان مالك النهارده؟ ما كناش عارفين نتكلم مع بعض. تعبت شويه فقلت اروح استريح واشتغل على البرزنتيشن. معلش يا بوس، بس انا اسفه مش هعرف اجي معاكي العشاء النهارده. انت هتعرفي تتصرفي لوحدك؟ هعرف اظبط الدنيا، ما تقلقيش هحاول. بس انت خلي بالك من نفسك. ماشي يا حبيبتي، هعمل كده. ميرسي، باي باي. مهم جدا انك تساعد نفسك انك تخرج من حاله الاكتئاب دي وما تكتمش جواك. لازم تساعد نفسك بسرعه انك تخرج من المود ده. الاكتئاب بيوصل للحزن، والحزن بيوصل للكآبه اللي بتخليك قاعد ومنطوي على نفسك. الضحك هو الحل، الابتسامه، السعاده، الحاجه اللي بتسعدك روح لها. افتكر ايام زمان كنت بتحب ايه واعمل كده، والحاجه اللي بتضايقك ابعد عنها. علي شوي شو هيك؟ تمام خلص، ما بقى فيهم يا اخي. اللبنانيين دول حتى هما مكتئبين زي القمر. مش لبنانية، عارفة ليش صار شكلي كتير تعبان مثل البندورة والباذنجان؟ نظفت حياتي من الأدوية، بس نفسيتي بقيت مهرية. بدي ابكي مثل الطيور وغني مثل العصفور. انا رح كستر لك شي كستورة، غير تيابي والبس تنورة، لكن بضل شكلي بقرف عبالي بس ابكي صير مثل السنيورة، اشبه فيروز او الشحرور.
ولما ابكي ابقى سكسي كن لبناني وابقى سكسي. لازم تساعدي نفسك وتخرجي من المود ده. انت لازم تتعالجي. وبعدين ما تصدقيش كلام المسلسلات والافلام ده. دول مش حقيقيين. يعني انت اللي حقيقي؟ انا كمان مش حقيقي. عقلك هو اللي بيتخيلني، زي ما بتتخيلي الاغاني اللي بتعمليها كل شويه دي. بالمناسبه البيت هنا محتاج اضاءه وتهويه. وهنلاقي شويه حاجات كده تعمل اي منظر، على فكره بتفرق في المود. علي، انت متاكد ان هادي عايزه الترابيزه دي؟ عامل لها مفاجاه، محتاجين نركبها قبل ما تيجي. بس خلي بالك عشان دي تركيبها حوار، انت لازم متاكد ان هي عاجبه هادية عشان ما ارجعش افكها تاني. اصل مش هتعجبها ليه؟ مش هتعجبها ليه؟ انت مش عارفه ان هي ينفع يعني وما بيعجبهاش حاجه؟ ده حقيقي. انت فاكر لما طلبت منك ملح الهيمالايا الوردي وانت جبت لها ملح اكل؟ دي شبشبت لك. مع حقها برضه. هي طلبت حاجه معينه. ايه يا عم في ايه؟ في ايه يا عم؟ فين علي القديم؟ ايه يا علي؟ أنا وحشني علي بتاع زمان والله. يا جماعة أنتوا مش فاهمين. أي علاقة الطرفين لازم يرضوا بعض ويقدموا شوية تنازلات. وبعدين هادية بجد بتعمل كل حاجة. هي اللي اختارت الشقة، جابت شركة النقل. فحقها بقى أعمل لها حاجة تفرحها. ماشي ماشي. بسيطة بسيطة. نشوف كده. آه تمام. فاضل 72 خطوة. لا انا هقوم اريح شويه بقى واجي لكم على الخطوه 69 كده. طيب بقينا تلاتة. بتعملي ايه؟ خطتني. قول لي صحيح، هو انا سكيزوفرينيك؟ مش هعرف اقول لك عشان مش انا اللي بكلمك فعلا. فين وفين؟ ايه بتدوري على ايه؟ وانا في القاهره كان عندي ادويه كتير قوي باخدها، وطبعا لما جيت هنا قلت لا خلاص انا مش هحتاجها، وطبعا رميتها كلها، وانا دلوقتي محتاجاها كلها. ادويه ايه؟ الادويه دي حل مؤقت، روحي اتعالجي يا بنتي، انت محتاجه تشوفي دكتور. صح، دكتور. هو الدكتور اللي عنده الحل. حاسه ان انا مش انا. انا في العادي نشيطه ومنظمه وذكيه وبنجز جدا على فكره، بالذات في الشغل. بس دلوقتي مش عارفه اعمل كده خالص. طول الوقت حاسه اني متوتره. يعني حاسه ان انت مش قادره تسيطري على تصرفاتك في الوقت الحالي. بالظبط. طب ما تيجي نتكلم اكتر عن طفولتك، عن اصل المشكله. طيب انا رحت لدكاتره نفسيين كتير جدا واتكلمت عن طفولتي ومراهقتي، وانا مش عايزه اعمل كده عشاني وعشانك بصراحه يعني. فلو حضرتك عايز تريحني يا دكتور